مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب. طبعا في الحلقة الأولى مع دكتور صبري الساس استشاري المخ والأعصاب، اتكلمنا عن موضوع مرض العصر. موضوعنا كان عن كوفيد 19. عرفنا من دكتور صبري ايه علاقة هذا المرض أو هذا الفيروس بالجهاز العصبي، تأثيره عليه إيه؟ بنتعامل مع مريض الجهاز العصبي إزاي؟ طبعاً تكملة للحلقة السابقة، النهاردة بنشوف مع دكتور صبري باقي حلقتنا النهاردة عن نفس الفيروس أو هذه الجائحة الكبيرة. نشوف حضرته هيقول لنا إيه في هذه الجائحة تكملة للحلقة السابقة. برحب بحضرتك للمرة الثانية في الحلقة الثانية دكتور صبري معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك يا حضرتك فندم. في الحلقة الأولى قلنا إن شرحنا فيروس كوفيد 19 وعلاقته بمريض المخ والأعصاب أو عن الجهاز العصبي عامة. حضرتك تكاد تكون شرحت لنا النقاط المهمة في هذا الموضوع، لكن هنبدأ حلقتي النهاردة مع حضرتك في ايه هي الادله اللي بتدل على ان الفيروس ليه علاقه مع مريض المخ والاعصاب او مريض الجهاز العصبي بمعنى اوضح وادق. حاليا طبعا تم تاكيد العلاقه ما بين اللي هو فيروس كورونا وما بين الجهاز العصبي ده عن طريق اللي هي الدراسات الحديثه اللي اتنشرت حوالين العالم. يعني في تقريبا اكثر من 300 دراسه اتنشرت من حوالين العالم من ديسمبر لحتى الان حوالين العلاقه ما بين اللي هو الجهاز العصبي وفيروس كوفيد 19، واتضح في اكثر من 50% في اكثر من دراسه في الصين وايطاليا ان ممكن اكثر من 50% من الاعراض اللي ممكن تظهر على المرضى هي اعراض خاصه بالجهاز العصبي، سواء من صداع حاد، من ارتباك وتشوش في الافكار، من اصابه بحاله هياج، اضطرابات النسيان والذاكره، اضطرابات اللي هي عدم القدره على الكلام، اضطرابات اللي هي جلطات اللي هي المخ، او حتى نوبات اللي هي السرعة. ففي دراسه في بريطانيا اتعملت من حوالي اصلا كام اسبوع، اتعملت على اكثر من 120 مريض دخلوا العنايه المركزه وتم عمل اللي هي الفحوصات اللازمه ليهم. ظهر في 60% من المرضى انه مصابين بجلطات في المخ، واكثر من 10% منهم مصابين بالتهاب في الدماغ، و7% بدات تظهر عليهم اعراض الخرف والالزهايمر. في دراسات طبعا قديمه اتعملت في الصين في ووهان وكده على العلاقه ما بين الجهاز العصبي والاعراض العصبيه وفيروس كوفيد 19، واتعملت على اكثر من 214 مريض. ظهر ان اكثر من 36% من المرضى بيعانوا من اعراض من الاضطرابات العصبيه زي ما قلنا من اول اللي هو الحاجات الخفيفه والبسيطه زي الارتباك، الى وصولا للشلل والجلطات اللي هي المخ والمخ والنوبات اللي هي التشنجيه. في ولايه ميريلاند الامريكيه من كام اسبوع برضو اتعملت دراسه بينت ان 40% من المتعافين من كورونا بعد تعافيهم من الكورونا 40% سجلوا استشارات خاصه باضطرابات النسيان والذاكره في مستشفيات ولايه ميريلاند الامريكيه. يعني حتى بعد التعافي من فيروس كورونا في اثار على اللي هو الجهاز العصبي وعلى الدماغ وعلى الحاله النفسيه للمريض. يعني الشفاء ما بيكونش يعني بنسبه 100% من المرض، طبعا بنقول من الاعراض العاديه، لكن الجهاز العصبي اكيد بيبقى لسه فيه طبعا تاثير زي حضرتك كده ما ذكرت حالا دلوقتي. طيب في حاله وجود زي حضرتك ما بتقول دلوقتي ان بيبقى فيه لسه تاثير على الجهاز العصبي، طيب احنا بنتعامل بقى بعد معافاه مريض كوفيد 19 لو تاثر على او تاثر الجهاز العصبي معانا في الوقت ده بالمرض، طب حضرتك تتعامل ازاي او مفروض نتعامل ازاي مع هذا المريض؟ هو كل ما زاد الوعي اللي بتاع المرضى عن اللي هي الاعراض اللي ممكن تحصل، وزي ما ذكرنا ان في اعراض ممكن تكون او مضاعفات تكون قريبه المدى وفي مضاعفات متوسطه المدى وفي مضاعفات ممكن تبقى بعيده المدى. الفيروس للاسف مش فيروس حاد،
للأسف، حتى على الأعراض التنفسية مش فيروس حتى. اه يعني اكتشفوا إن الفيروس ممكن يحصل تعافي للفيروس، وبعد فترة من اللي هو التعافي ممكن يحصل فشل حد في أجهزة التنفس بعد سنة مثلا من الإصابة، وكذلك في الجهاز العصبي. يعني اه بعد ممكن الإصابة ويتعافي من الإصابة ممكن تظهر أعراض بعيدة المدى أو متوسطة المدى زي اللي هو الخرف والألزهايمر على المرضى بعد إصابتهم وتعافيهم من اللي هو الإصابة بفترة تمام طويلة. فلابد من وعي اللي هو المريض وإدراكه إن أول ما بتظهر أعراض عليه حتى هو لو تعافى من اللي هو الفيروس، إن أول ظهور لأعراض خاصة بيه القدرات المعرفية بتاعته اللي هي مثلا قدرته على التركيز، قدرته على اللي هو الحفظ والذاكرة والنسيان، أو صداع متغير عن اللي هو اللي كان بيعاني منه قبل كده، لابد من التوجه بسرعة اللي هو طبيب الأعصاب لتلافي الحدوث اللي هي المضاعفات الخطيرة. طب دكتور، هو احنا بنقول دلوقتي هل كل مريض كوفيد لازم يكون عنده تأثير على الجهاز العصبي، ولا مش مقياس ان هو يكون عنده ان الفيروس أثر معايا على الجهاز العصبي؟ والله في آراء كتيرة دلوقتي، حتى الأطباء خارج اللي هو تخصص المخ والأعصاب بيأكدوا إن الجائحة هي جائحة لاضطرابات الأعصاب أو لاضطرابات الجهاز العصبي تمام، أكتر منها من اللي هي الاضطرابات الجهاز الخاصة التنفسي. بالجهاز التنفسي، وإن إحنا بنواجه فيروس خاص باضطرابات اللي هو الجهاز العصبي، وإن تقريبا زي ما ذكرت قبل كده إن فقد حساسية الشم والتذوق ظهرت على أكتر من 40% من الحالات، كان إن سببها الأساسي جهاز عصبي مش تنفسي. العصب الشمي أو العصب اللي هو الأول المخي هو ده اللي بيأثر على فقد حاسة الشم والتذوق. وزي ما قلت قبل كده إن كل البروتوكولات بما فيها المصرية خلاص بقى اللي هو فقد حاسة الشم والتذوق ده عرض أساسي، وزي ما قلنا ذكرنا قبل كده برضو إنه بيزود الاحتمالات بتاعة إيجابية التحاليل للمرضى بثلاث أضعاف اللي هي الأعراض التانية زي الحمى والسعال. طب الدكتور، انا عايزه حضرتك ذكرت في نصايحنا في الحلقه اللي فاتت ان مثلا في بعض الحاجات او الاحتياطات اللي بناخدها، منها الاحتياطات الشخصيه والاحتياطات الغذائيه. الشخصيه مثلا زي قلنا النظافه المستديمه، غسل الايدين، تطهير الايدين على طول، الملابس، كل حاجه، البعد عن الاماكن المزدحمه، لبس الماسكات بصفه مستديمه، دي الحاجات الشخصيه. قلنا الجانب الثاني اللي هو الجانب الغذائي، نهتم مثلا بفيتامين د، فيتامين سي، الكلام ده كله. لكن انا هنا النهارده بنتكلم في حاجه تانية خالص بالنسبه لتاثير الحاله النفسيه على مريض فيروس او كوفيد 19 او الانسان العادي، عشان ان شاء الله ما يتعرضش للموضوع ده. ايه تاثير الحاله النفسيه في برضو زي ما نقول، زي ما قلنا الفيتامينات والاحتراازات وكده، دي برضو حاجة مهمة جدا، الحالة النفسية النهاردة عند أي إنسان عشان نستبعد أو وجود هذا الفيروس. طبعا الحالة النفسية دي حاجة مهمة جدا، نكاد نكون كل كلامنا عن النظافة، عن المأكولات، عن الحاجات اللي هي مقويات المناعة بمعنى أصح، لكن لما نيجي للحالة النفسية هنتكلم فيها باستفاضة مع حضرتك وتأثيرها المباشر على مريض كوفيد 19 أو المريض أو الإنسان العادي. طبعا إجابة السؤال ده هنعرفه من حضرتك بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور صبري قساس، استشاري امراض المخ والاعصاب، وهيجاوبنا على السؤال اللي احنا طرحناه قبل الفاصل، اللي هو تاثير الحاله النفسيه على المشاهد العادي اللي دلوقتي اللي معانا او مريض كوفيد 19. هنقول الحاله النفسيه تاثيرها ايه عشان ان شاء الله ربنا يعافينا من هذا الفيروس. اتفضل حضرتك يا دكتور. وطبعا الحالة النفسية حالة مهمة جدا أصلا عند المرضى المصابين بكوفيد 19 أو غير المرضى المصابين بكوفيد 19، وارتباط الحالة النفسية بالحالة المناعية للشخص. يعني طبعا الدراسات أثبتت أن طبعا الحالة النفسية مؤثرة جدا على الناحية المناعية وعلى قدرات اللي هو الشخص الدفاعية ضد اللي هو الفيروس أو أي ميكروب تاني.
فكل ما المريض اصلا او كل ما الشخص سمع اخبار واخبار مستمره عن عدد الاصابات وعدد الوفيات اليوميه، ده بيزود طبعا الاعراض النفسيه اللي منها القلق. بتقلل المناعة عندنا عامة يعني. وطبعا بالفعل بيظهر طبعا اللي هو انها بتقلل المناعه عن طريق اللي هو ظهور الاعراض اللي هو الخوف والقلق واضطرابات الهلع، وكلها طبعا اللي هي الاعراض دي او اللي هي الاضطرابات دي كلها مرتبطه باللي هو الجهاز المناعي للشخص، وبيتقلل من فرص قدراته الدفاعيه ضد هذا الفيروس. فالحاله النفسيه من اللي هي الحالات اللي هي المهمه جدا اصلا، زي بالظبط ما حضرتك اشرتي، هي مهمه جدا زي او تسبق الحاله الغذائيه وتسبق اللي هو حتى اللي هو الاجراءات الوقائيه الاحترازيه اللي احنا بناخدها. فلا بد ان اللي هو الشخص على قد ما يقدر يبعد عن اللي هو الاخبار السيئه، ما يتابعش بصوره منتظمه اصلا اللي هو عدد اللي هي الاصابات وعدد الوفيات. لو بدات تظهر عليه اعراض للمخاوف والقلق او زياده في الوساوس او اضطرابات الهلع او الاضطرابات اللي هي العصبيه البسيطه، يبدا يتجه للطبيب على اساس ان هو يبدا يحسن اللي هو الحاله النفسيه. أكيد. طيب الأعراض النفسية يا دكتور اللي ممكن تظهر على المريض نتيجة هذه الجائحة إيه هي؟ والله الأعراض كتيرة، في أعراض طبعا ممكن تظهر على اللي هو الأشخاص الطبيعيين، فممكن بيقسموا الأعراض دي دلوقتي إلى أعراض ما قبل الإصابة وأعراض أثناء الإصابة وأعراض ما بعد الإصابة. تمام. الأعراض ما قبل الإصابة بترتبط بالمخاوف وزيادة اللي هو القلق والتوتر وزيادة اضطرابات اللي هو الهلع والوسواس الخاص بيه اللي هو إن هو الشخص ممكن يصاب بالمرض. أثناء الإصابة طبعا في اللي المرضى بيعانوا من الاكتئاب وزيادة فرص الانتحار حتى ما بين الأطقم اللي هي الطبية نتيجة للإحباط واليأس، إن طبعا مفيش علاج متوفر لحد الآن. في كمان اللي هو حالات اللي هي أثناء الإصابة حالات الهياج العصبي والهلاوس المرئية أو السمعية بتظهر على بعض على بعض المرضى، وخاصة في العناية المركزة وجدوا إن تقريبا الحالات اللي بتعاني من هياج عصبي نتيجة للإصابة بفيروس كوفيد 19 بيحتاجوا 4 أضعاف الجرعات اللي هي الاعتيادية للمرضى التانيين، وده بيأكد إن إحنا مع فيروس ومرض مختلف عن كل الأمراض السابقة. أكيد طبعا. بعد اللي هو الإصابة بتاع فيروس كوفيد 19 طبعا بعد حتى بعد التعافي ذكرنا قبل كده إن في اضطرابات خاصة بالنسيان والذاكرة، وممكن يتعرض الشخص للخرف والألزهايمر، وفي دراسات حاليا شغالة على المضاعفات اللي هي بعيدة المدى ومتوسطة المدى على المرضى تمام حتى بعد الإصابة. أكيد. طب دكتور الأدوية النفسية اللي المفروض بياخدها مريض كوفيد 19، الأدوية النفسية دي هل لها تأثير على تقليل المناعة عنده ولا ملهاش أي تأثير؟ عايز أعرف من حضرتك. ده سؤال مهم جدا طبعا، في لغط كبير او في يعني في سوء فهم عند بعض اللي هو المشاهدين عن ان الادويه النفسيه تاثيراتها اصلا على الحاله المناعيه او على زياده معدلات اللي هي الاصابه بكوفيد 19. وده طبعا مش صحيح. الادويه النفسيه اصلا بتقي اللي هو الشخص من اللي هو الاصابه بامراض اللي هو القلق والخوف والهلع واضطرابات الهلع، وبالتالي المناعه هتقل وبالتالي الاصابه هتزيد. فاحنا ممكن نقفل اللي هي الدايره ديت من البدايه، ان احنا ناخد اللي هي الادويه النفسيه، يعني الادويه النفسيه ممكن ما تدخلناش في الدايره المغلقه. يعني بتزود لنا الجهاز المناعي عندنا. بالظبط كده، بتزود اللي هو القدرات المناعيه للشخص، لان طبعا كل ما ظهر فيه قلق كل ما المناعه قلت، كل ما القلق اتحسن كل ما المناعه اتحسنت. فاحنا احد الوسائل للعلاج او لتحسين اللي هو القدرات المناعيه وابعاد الاصابات عن القلق اللي هي طبعا اللي هي الادويه النفسيه، ولازم نزود وعي المواطنين ان هو طبعا مش كل الادويه النفسيه فيها ادمان، مش كل الادويه النفسيه فيها اصلا تعود، مش كل الادويه النفسيه لها مضار على اللي هو المناعه ولا حاجه. الادويه النفسيه زي كل الادويه، زي ادويه الضغط، زي ادويه الحموضه، زي ادويه اللي هو القلب، هي كل شيء ليه اصلا مضاره ومنافعه. طب دكتور سؤال الشخصي، انا بقى على المستوى الشخصي عايز اعرفه من حضرتك حالا دلوقتي، موضوع البلازما للشخص المتعافي وتأثيرها ايه على مريض كوفيد 19؟
والله الموضوع طبعا وزارة الصحة المصرية قايمة يعني عملت حتى دراسة واتنشرت في اللانست، كان فيها مشاركة من وزارة الصحة بما فيها وزارة الصحة الدكتورة هالة على اللي هو تأثيرات اللي هو استخدام اللي هو البلازما على مرضى فيروس كوفيد 19. طبعا لكن اللي هي الدراسات يعني للأسف على أعداد صغيرة، هي الأعداد مش كبيرة، فيعني ما نقدرش نقول إيه نتائج قاطعة على اللي هو فايدة اللي هو البلازما. هي واحدة من الوسائل المهمة، استخدام البلازما واحدة من الوسائل المهمة العلاجية أصلا في علاج مرضى فيروس كورونا حاليا، لكن مش كل المرضى بيتحسنوا عليها، واكيد فمحتاجة لها شروط طبعا، مش محتاجة بالظبط هناخد بالظبط بلازما شخص متعافي وبنحقنها للشخص العادي، يكاد يكون برضو الدم بتاعه ممكن يكون فيه اي نوع من مرض تاني، فاحنا بنصلح شيء وبنتعب شيء تاني. فاوريدي ان احنا بنسعى جاهدين ان احنا فعلا نشوف موضوع البلازما ده ونعمله، فزي حضرتك ما ذكرت دلوقتي ان هو مش شيء اساسي، لا هو سعي من يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنحاول نوصل بيها لبر الامان مع هذا الفيروس اللي ربنا يعافينا ان شاء الله منه جميعا. وأصلا فعلا زي ما حضرتك أشرتي، هو واحدة من الطرق اللي العلم بيدور على اللي هو وسيلة للخروج من هذا المأزق أو هذا الوباء، اللي هو استخدام اللي هو البلازما. قبل كده كانوا حاولوا يفكروا ليه ان الاطفال ليه مثلا اصاباتهم قليله عن اللي هو اصابات البالغين، فكروا مثلا في اللي هو استخدام اللي هو اللقاح الخاص بالدرن واستخدام اللقاح الخاص بالميسلز، عن ان هو ديت بيقي اللي هي الاطفال من الاصابه بفيروس كوفيد. ظهرت بعض الدراسات في استراليا وكده عن اللي هو استخدام اللي هو لقاح الدرن واستخدام اللي هو لقاح الحصبة، ولكن برضو الدراسات للأسف مش على أعداد كبيرة ومحتاجة مزيد من التدقيق والوقت عن فوائد اللي هو استخدام اللي هو اللقاحات القديمة زي لقاح الدرن والميسلز في الوقاية من فيروس كوفيد. طب دكتور، احنا دلوقتي برضو بنوجه لحضرتك سؤال مهم جدا، عايزين نعرف من حضرتك مريض اللي هو تعرض لهذه الجائحة وقد يكون شفي منها تماما والحمد لله، هل ده معرض للإصابة مرة تانية لهذا الفيروس ولا لا؟ الإجابة ليست قاطعة، بس في دراسات زي ما قلت لحضرتك أصلا شغالة حاليا على زي ما ذكرت من فترة كده أو من شوية، إن في دراسة اتعملت في ولاية أمريكية على إن 40% من المترددين على العيادة على العيادات اللي هي خاصة بالجهاز العصبي كانوا بيشتكوا بأعراض خاصة بالنسيان واضطرابات الذاكرة بعد تعافيهم من إصابة فيروس كورونا. فلا بد من اللي هو من تعميم اللي هي الدراسات ديت في على أعداد أكبر من اللي هو المرضى، وملاحظة اللي هي التغيرات اللي هي اللي بتتم في الجهاز العصبي سواء اللي هي تغيرات متوسطة المدى أو بعيدة المدى. يعني المريض كوفيد لما ربنا يتعافاه طبعا اكيد لو حس باي اعراض من حضرتك ذكرتها دلوقتي حالا لازم يتوجه لطبيب المخ والاعصاب عشان برضو يبقى فيه متابعه لدوار جه مفاجئ، لمثلا نسيان، حاله اي حاله من الحالات اللي بتظهر على الجهاز العصبي يبقى اوريدي لازم يتوجه لها للطبيب عشان يعرف بعد تعافيه هيمشي ازاي وهيتعافى ايه، هي ربنا هيتم شفاه للاخر ازاي. مش شرط الشكل العام او عدم ظهور اعراض معينه او عدم الم من شيء ما في الجهاز التنفسي او كده، لا احنا بنتكلم دلوقتي موضوعنا كله على الجهاز العصبي. مش انا تعافيت يعني خلاص كده انا صحيت تمام التمام، لا انا ممكن يبقى في حاجه في الجهاز العصبي لازم استشاره الطبيب المختص عشان نكمل يعني شفانا ان شاء الله مع هذه المتابعه. ما نقولش ان احنا اخذنا فترتنا وخلاص وصحينا ونزلنا الشارع وبقينا كويسين وفي مثلا دوار لا ملوش علاقه، في مثلا حالات كده نسيان زي بدايه زهايمر لا ملناش دعوه، لا لازم في متابعه دوريه طبعا، واكيد حضرتك متفق معايا على هذا الموضوع. أكيد طبعا، هو فيروس مختلف عن الفيروسات السابقة، وإحنا طبعا من التاريخ اللي هو الخاص بالفيروسات شفنا بعض الفيروسات زي الجديري المائي اللي بيجي للأطفال ممكن يسبب إصابة بعد فترة طويلة في أثناء البلوغ ويعمل حزام ناري، لأنه بيبقى الفيروس يعني متخفي داخل اللي هي الخلايا العصبية. فبرضه الكلام حاليا عن إن الفيروس اللي هو الخاص بكوفيد 19 هو فيروس برضه طويل الأمد، يعني مش فيروس بيعمل إصابة حادة وينتهي والموضوع بينتهي. للأسف الفيروس أصلا ليه آثاره البعيدة وليه آثاره
طويلة اللي ممكن تظهر بعد فترة حتى من اللي هو التعافي من اللي هو الفيروس. فالإصابة بالفيروس لابد إنها تتحط طبعا في برواز مهم لأي شخص بيتابع أي حالة بعد كده، خاصة في الجهاز العصبي، لازم يذكر للمريض للطبيب إن هو حتى كان في إصابة ليه حتى بعد سنين من حلقة دلوقتي، لازم يذكر للطبيب إن هو تعرض مرة للإصابة بفيروس كوفيد ويتعافى منه، لأنه ممكن يكون السبب فعلا الفيروس بعد فترة طويلة. تمام دكتور. طب انا عايز اعرف من حضرتك موضوع اصحاب الامراض المزمنه مع وجود فيروس كوفيد 19، راي حضرتك الشخصي ايه؟ لان هنا في اقاويل كتير جدا، مريض الضغط، مريض السكر، مريض التهاب الرئه، مريض المدخن البشراهه، كل الاقاويل دي تكاد تكون مطروحه علينا دلوقتي في الوقت الحالي، وفي ناس ما عندهاش اي اعراض من دي خالص وبرضه بيجي لها المرض. اهنو الاكثر يعني عرضه، لان مثلا حالاته بتبقى نسب الشفاء فيها ضعيفه، هل فعلا صاحب الامراض المزمنه ديت، ولا اي انسان فينا سواء اللي عنده امراض مزمنه من عدمه هو برضه ليه فتره معينه وفي احتياطات معينه للشفاء من هذا المرض ان شاء الله؟ في البداية طبعا في بداية الوباء كان اللي هو الاعتقاد كله ان المرضى المسنين واصحاب اللي هي الامراض المزمنة زي السكر والضغط والقلب واللي هي مشاكل الرئة التهابات الرئة وكده، وحتى اللي هو المرضى اللي هو عندهم جلطات سابقة او عنده مثلا شلل رعاش او باركنسون، كانوا بيفكروا ان هو اصلا هم دول اللي هو المرضى الاكثر عرضة للاصابة بيه اللي هو كوفيد 19 نتيجة للادوية او نتيجة للمناعة اللي هو اصلا اللي هو المريض اصلا بيبقى فيها من مناعة ضعيفة شوية عن اللي هو الباقي. لكن حاليا الاصابات بتطال كل بتطول كل شخص، يعني تقريبا من الشباب حتى الاطفال للاسف. يعني كان الاعتقاد برضو اصلا ان الاطفال افضل من اللي هو البالغين، ولكن الى حد ما تغيرت النظره دي شويه الفتره اللي فاتت دي حتى على اللي هو الشباب، تقريبا اللي هي الاصابات في الشباب تقريبا مساويه حاليا للي هي الاصابات في الناس المسنين. فالفيروس متغير ومتحور وكل شويه اصلا بيغير مفهومنا، وكل جديد كل فتره بنكتشف حاجه جديده في الفيروس، سواء تغير في الاعراض، سواء تغير في الاستجابه لبعض اللي هي الادويه، سواء مفاهيم كانت مغلوطه واتغيرت، نظريات كانت مغلوطه واتغيرت. فالفيروس بيعلمنا كل يوم حاجه جديده. متحول زي ما حضرتك قلت دلوقتي، فيروس متحول، فيروس مختلف، كل يوم في حاله زي ما بيقولوا كده، كل يوم في حاله. طبعا بمفهوم كلام حضرتك المفروض علينا لاي شخص عادي، انا بتكلم لاي شخص النهارده، ان هو ياخد احتياطاته الوقائيه والاحترازيه كويس جدا، تمام، وما يهولش الموضوع عشان حالة نفسية زي حضرتك ما ذكرت، وما برضو ما يقللش منه ومن مفهومه، لا زي ما قلنا بالبلدي قوي، لا نطلع قوي فوق ونهول الدنيا ونتعب نفسيتنا، ولا نرجع ننزل خالص ونقول لا الدنيا اتفتحت والدنيا بقت كويسة ومفيش فيروس وخلاص بقينا كويسين. ودي المشكلة الكبيرة اللي عايز اخد رأي حضرتك فيها حالا دلوقتي، اعتقاد الناس الخاطئ جدا جدا اللي هو النهارده بيقول لا ده الدنيا انفتحت خلاص مفيش فيروس مفيش حاجه، اللي ماشيين من غير كمامات بقى، احنا ما دخلناش في سؤال نصايح، لا انا باخد رأي حضرتك كطبيب في النقطه دي تحديدا، حضرتك هتقول لي ايه او هتوجه كلمتك للمشاهد تقول له ايه؟ بنصح المشاهدين طبعا كده ان الفيروس مازال موجود ومازال موجود بكثافه عاليه، وان المرضى اللي عايز يعرف الفيروس متواجد لا بيروح اللي هي المستشفيات الخاصه بالعزل، وهيعرف ان هو حجم الاصابات ازاي يعني. و ديننا الاسلامي بيحبنا زي ما حضرتك اشرتي الوسطيه، يعني ما ناخدش الموضوع بتهويل شديد ولا ناخده باستهانه شديده. أكيد. لابد اصلا من اللي هو استخدام اللي هي الاجراءات الوقائيه واللي ثبتت حتى منظمه الصحه العالميه بتاكد عليهم، اللي هم حاجتين، اللي هو غسيل الايد بالصابون ولبس الكمامه في الاماكن المزدحمه، دول اهم يعني سببين للوقايه او سببين للبعد عن اللي هو الاصابه. بالإضافة طبعا لتحسين اللي هو الحالة المزاجية أو الحالة النفسية والحالة المناعية. طب سؤالي المهم جدا 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 وأنا بأكد عليه جدا، اللي هو ظهر المعلومة اللي ظهرت أخيرا وسمعناها ومتعايشين معاها النهاردة، هنرجع لحضرتك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود.
مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل في السؤال المهم والاخير مع دكتور صبري، اللي احنا مش عايزين ننهي معاه الحلقه من فعلا نصايحه الجميله وكلامه المهم جدا جدا عن هذا الفيروس او الجائحه الكبيره اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي. برحب بحضرتك للمره او للسؤال الاخير يا دكتور صبري. طبعا قبل ما نطلع فاصل كنت بقول لحضرتك في سؤال مهم جدا اللي هو الاعتقاد الخاطئ او الشائع النهارده بين الناس اللي بقاله اللي احنا عايشين فيه دلوقتي واللي بقاله فتره زمنيه قصيره، ان الفيروس متواجد في الهواء ودي بقت شائعه كبيره جدا جدا، عايزين نطمن بيها المشاهد مع حضرتك، هتقول لنا ايه؟ زي ما حضرتك اشرت احنا نحب نطمن المشاهدين ان هو في دراسات كتير اتعملت في دول كبيره زي روسيا وزي امريكا وزي الصين على ان الفيروس ده هل هو ايربورن، هل هو فيروس منتقل عن طريق الهواء، ولا هو فيروس بينتقل عن طريق الرذاذ من الشخص المصاب، سواء مباشره او اللي هو عن طريق اللي هو وجوده على الاسطح المختلفه لفترات متفاوته. الاجابه كانت اللي هو انه نوت ايربورن انفكشن، ان هو اصلا مش فيروس بينتقل عن طريق الهواء، هو فيروس بينتقل عن طريق اللي هو الرذاذ من الشخص المصاب او عن طريق وجود اللي هو الفيروس على الاسطح لفترات مختلفه، تلامس اللي هو الشخص اللي او ملامسه الشخص اللي هو الغير مصاب للي هو الاسطح المصاب. فهو ليس بفيروس او لي هو مش فيروس بينتقل عن طريق الهواء ابدا. ده طبعا حاجه مهمه جدا بتطمن المشاهد النهارده، اكيد طبعا، وبنمحي بيها الشيء كانت تكون موجوده بقى لها فتره زمنيه. انا في نهايه الحلقه بشكر حضرتك جدا يا دكتور صبري على الموضوع المثير المهم اللي هو مرض العصر النهارده اللي هو كوفيد 19، وبتمنى في حلقتي القادمه ان يكون في معلومات اكثر دقه واكثر استفاده للمشاهد. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور صبري معانا في البرنامج، وان شاء الله لنا حلقات قادمه مع حضرتك ان شاء الله. ضروري ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا مع دكتور صبري قسيس، نتمنى نكون قد أفدناكم ونكون قد يعني استفدنا بكمية أكبر كتيرة من المعلومات، وخاصة عن هذه الجائحة الكبيرة مع دكتور صبري في حلقتنا الأولى والثانية في هذا الموضوع. وإن شاء الله مع دكتور صبري هنكمل حلقتنا القادمة في مواضيع أكثر أهمية بإذن الله، وربنا يعافينا كلنا جميعا يا رب من هذه الجائحة. نشكر حضراتكم وإلى اللقاء.